بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضرتكم مباشره من سانت بيترسبرغ ستاديوم. مباراه تبدا بالهتافات والتشجيعات وستنتهي بالدموع من دون شك، سواء دموع النيجيريين على ادائهم وخروجهم ربما او دموع الارجنتينيين الذين ستتهاطل بكثره بما في ذلك على ميسي وعلى ديغو مارادونا لو خسر اليوم منتخب الارجنتين. بدانا المباريات الاقصائيه قبل موعد المباراة الثالثة في هذه المجموعة، نيجيريا في مواجهة الأرجنتين من أجل أن تكون أو لا تكون، من أجل أن تستمر أو تعود، من أجل أن تواصل هذا المونديال أو تخرج مطأطئ الرأس، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمنتخب نيجيريا بمنتخب الأرجنتين. نيجيريا اليوم بأوزو في حراسة المرمى، تروست إيكونغ رفقة بالوغون وأوميرو في وسط الدفاع، برايان إيدو على الجهة اليسرى، فيكتور موزيس سيكون على الجهة اليمنى، انديدي رفقة ايتيبو وجون بي ميكيل ورفقة ووسط وثنائي سي سواك منقذ لمنتخب الارجنتين. الارجنتين من دونك ولا شيء. ديغو ارموندو مارادونا يفرح لميسي، نعم استلمها بصدره وحطها ودخل. الارجنتين تفتح مجال التسجيل عن طريق ليو، يا سلام، في الدقيقه 14 يفعلها الارجنتين. وافتكاك ولا الدفع ولا اندفاع، الكره مرفوعه عبر القائم الاول والدفاع يتغطى ضربه جزاء. حكم المباراه يعلنها ضربه جزاء للارجنتين. هاو الكره وهاي الرميه وهاي الضربه التي تقلب الموازين. يقول لهم الحكم تشاكير اوكي احتجيتوا خلوا ضربه الجزاء الحاديه والعشرين. بابا بابا جول بالبراعه والروعه والدقه اللازمتين، فيكتور موزيس فعلها وعدل النتيجه لنيجيريا امام الارجنتين. نيجيريا صارت باربع نقاط الان والارجنتين بنقطه واحده وايسلندا بواحده. انقلبت الموازين، فعلها فيكتور موزيس. قد تكون هذه الرميه وهذه دو ميركادو بابا بابا جول الياي جول جول جول. الارجنتين من تحت الانقاض تصحو وتسجل جول. الارجنتين من تحت الانقاض تعود وتسجل جول. الارجنتين بسبع انفاس. ميتزا 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 وليس ميسي، ميسي ميسي يا ديغو، ستموت يا ميديغو لو تستمر بهذا الشكل. ميتزا فعلها بالنيجيريين في الاربع دقائق الاخيره ويبعث المونديال مجددا. نعم يبعث.